السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة سمية. اليوم غادي نوجدو كيكة بقشور ديال الليمون، كتجي لذيذة ورائعة. إلى عجبتكم وصفة اليوم ما تنسوش تدعموني بلايك وتابوناو معايا في القناة ديالي. كنحتاجو 3 البيضات، يكونوا خرجناهم قبل من الثلاجة، غرف ديال دانون اي نوع بغيتو، كاس ديال سنيدة، سكر سنيدة، كل واحد وباش تيعبر. الا عبرتو بكاس العنبة غديرو جميع المقادير بكاس العنبة، الا بغيتو تعبرو بغرف ديال دانون اللي خوينا عبرو بغرف ديال دانون. انا ديما كنعبر بهذا الكاس، غادي نديرو اليوم. ندير كاس ديال سنيده، سكر سنيده، كاس ديال الزيت، نضيفو نص كاس ديال الحليب، ونجيبو ليمونه غسلناها من قبل نبشروها او فاني على حساب. انا كتعجبني النكهه ديال الليمون، كتطلق ليا نكهه الليمون. غادي نطربوه مزيان، يا الطراب اليدوي يا الطراب الكهربائي. انا نطربو مع الطراب اليدوي، كيتجانس جميع المقادير. وغادي نضيفو جوج كيسان ديال الدقيق، نضيفو الكاس الثاني، لكن كل واحد شويه بشويه، شي دقه واحده. نكملو بهاد المرحلة حتى نساليو. نكملو بهاد المرحلة، نضيفو معلقة صغيرة ديال بيكنج باودر حتى لخر، أو خمارة أو خمارة ونص أو جوج خمارات على اللي عنده خمارات تركيز يدير جوج خمارات. انا غادي نضيف فيه شويه ديال الشوكولات، اللي بغى يضيف يضيف، اللي ما بغاش يضيف ماشي مشكل. نضيفو بحال هكا على حساب الرغبه، وغادي نجيب مول دهناه من قبل بالزبده ورشاه بالدقيق، نخبو فيه الخليط، وغادي ندخلوه للفران. مسخناه هنا قبل على 300 درجه الحراره مده ساعه الا ربع.
ومن بعد ان شاء الله نشوفوا النتيجه. من بعد ما دخلنا الفرن مده ساعه الا ربع، هالشكل النهائي، كتجي لذيذه ورائعه. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم، نتمنىكم تجربوها، ونشوفكم ان شاء الله في وصفه ثانيه. السلام عليكم.